Miq të dashur dëgjues të nderuar, selamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira, begatia e Zotit lartësuar qoftë mbi të gjithë ju. Islami është një fe universale e cila ka ardhur për të gjithë kohët, ka ardhur për të gjithë kombet. Islami ka ardhur si një fe mëshire për të gjithë njerëzimin, për të nxjerrur ata nga errësira drejt dritës. Dhe patjetër Islami ka dhënë shumë përparësi asaj çfarë quhet sinqeritetit dhe zemrës së njeriu. Ashtu siç thot profeti alayhis salatu wassalam në një hadith, se Allahu i lartësuar nuk shikon fytyrat tuaja dhe as trupat tuaj, po ajo çfarë shikon Zoti i lartësuar tek njerëzit janë punët e tyre dhe zemrat e tyre. Për të folur më gjerë për këtë fe universale, këtë mëshirë universale e zbritur për njerëzimin, kemi nderin të kemi të ftuar sot profesorin e shkencave islame, doktorin e nderuar, profesor Xhemal El Sefarti, i cili është nga Jordania, që edhe kjo do tjetë një intervist ndryshe nga të tjerat. Ustadhune, ehlen wa sahlen. Ahlen wa sahlen. Sharaf në bikum. Ustadh, uridu en eselukum u ebde edhil برنامج بمعنى تفسير الآية كما قال تعالى في كتاب الكريم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كيف نفهم هذه الآية؟ أهلا وسهلا بكم، أشكركم على هذه الدعوة الكريمة في هذا الشهر المبارك. أولا أوجه تحيتي إلى كل أسرتي الكبيرة ألبانيا، هذا الشعب الذي أحببته وأرجو له كل التوفيق وكل الخير. الله عز وجل في هذه الآية الكريمة يخاطب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله تبارك وتعالى لخص الرسالة النبوية بهذه الآية، ملخص شامل عام لكل الرسالة النبوية. لماذا أنت يا محمد في هذه الدنيا؟ لماذا أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم تحمل هذه الرسالة؟ رحمة للعالمين. ومن عظيم هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل ما قال رحمة للمسلمين، ولا قال رحمة للمؤمنين، ولا قال رحمة لأهل الكتاب، وإنما قال رحمة للعالمين، لكل الناس. حتى قال العلماء أنها تشمل الإنس والجان والملك والحيوان والشجر والنبات والكبير والصغير والمؤمن والعاصي، هو رحمة ورحمة للعالمين. فهذا إن دل على شيء يدل على عظم وأهمية هذه الرسالة التي حملها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم هو عظم وحجم هذه الأمانة في أعناق الدعاة إلى الله أن ينقلوا الرسالة بمفهوم الرحمة وليس بمفهوم المحكمة والقاضي، إنما بمفهوم الرحمة. هذا هو ديننا وهذه رسالتنا التي نفخر بها. حضرتكم أستاذنا، نحن الآن في شهر رمضان، نسمي شهر رحمة، شهر بركة من الله تعالى. كيف نجعل العلاقة بين هذه الآية الكريمة مع شهر رمضان؟ كيف نستعمل بهذه الآية؟ يعني أشكرك أيضا على هذا السؤال يعني الواعي. شهر رمضان كله رحمة. أولا يتجلى في شهر رمضان عظيم رحمة الله عز وجل. في شهر رمضان الله لا يريد أن يعاقب أحد، وهو أصلا إن الله تعالى لم يخلق الخلق ليعذبهم، حاشا لله، إنما خلق الخلق ليربح وليفوز، ولكن بعضهم يأبى، لا يريد. كتب لنفسه رحمة. نعم، كتب على نفسه الرحمة سبحانه وتعالى. فمن مظاهر رحمته سبحانه وتعالى مثلا في شهر رمضان، وهي لا تعد ولا تحصى طبعا، أن الله عز وجل يفتح أبواب الجنان ويغلق أبواب جهنم ويصفد الشياطين ويفتح أبواب الرحمة على المسلمين، ويتنزل الله عز وجل في كل ليلة في الثلث الأخير من الليل يقول: ألا هل من مستغفر فأغفر له، ألا من صاحب حاجة فأقضي له حاجته، ألا من مريض فيستشفي فأشفيه. وهذا كله في وقت السحور، وقت البركة، وقت تنزل الرحمات. وهذا السحور ليس هو غذاء الجسد فقط، إنما الهدف منه غذاء الروح، في موطن تتنزل الآن فيه الرحمات.
أراد الله عز وجل للناس أن تكسب في هذا الشهر الكريم، تتنزل الرحمات على القلوب فترحم القلوب القلوب، فيعطف الغني على الفقير، ويعطف الولد على والده الكبير، ويعطف الأخ على أخيه، والزوجة على زوجها، والزوج على زوجته، والناس على الناس، والجار على الجار. كل يبحث في حاجات أخيه، سواء كان هذا الأخ مسلم أو غير مسلم، تبحث عن حاجته، هو مريض، هو فقير. هنا تتجلى رحمة الله عز وجل في هذا الشهر الكريم. بعض يقولون أستاذ شهر رمضان شهر الفتح القلوب المسلمين. الله، نعم، هو شف حقيقة، هو أنت تشعر بأن قلبك منفتح على الآخرين، وخاصة عندما تجوع البطن، عندما يجوع البطن تأتي الفكرة ويخشع القلب ويرحم الإنسان الإنسان. فهنا تتجلى رحمة الله عز وجل في رمضان أنه شهر الرحمة وشهر المغفرة. كما قلت أستاذ، يرحم الإنسان للإنسان. وماذا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء؟ الله الله، يعني هذا أيضا نفهم. هذه النبي صلى الله عليه وسلم هو يحمل رسالة الله، كلفه الله عز وجل بالرحمة، لذلك أمرنا سبحانه صلى الله عليه وسلم أمرنا أمرا، قال ارحموا من في الأرض، لم يقل ارحم المسلم، لم يقل ارحم عائلتك، لم يقل ارحم أولادك فقط، بل ينبغي أن ترحم المسلم، وأن ترحم عائلتك، وأن ترحم أولادك، وأن ترحم جارك مؤمنا كان أو غير مؤمن. لكم دينكم ولي دين، لا يهمني. هو أخطأ في حق الله، الله سبحانه وتعالى يتولى أمره، أنما أنا أتولى إنسانيته، أتولى شأن أطفاله، أتولى شأن مرضه إن احتاج، لأنه هو إنسان وأنا إنسان، والحساب عند رب الإنسان سبحانه وتعالى. نعم أستاذ، معلوم أنتم تعيشون في ألبانيا منذ سنوات، أريد منكم فكركم عن الإسلام في ألبانيا، وطبعا أريد منكم التوصية للمسلمين لشبابنا طبعا عن أجل شهر رمضان. يعني طبعا أنا تشرفت أني عشت هنا سنوات وما زلت في ألبانيا، عرفت كثيرا عن هذا البلد الطيب وعن هذا الشعب الأطيب، ويعني يتميز الشعب الألباني حقيقة بصفة جميلة جدا وهي الكرم، وربما يختلف عن غيره من الشعوب المجاورة، ولكنه يتصف بكرم الأخلاق وكرم اليد هذا الشعب الكريم. أنا عندي رؤية أو نصيحة أقولها لإخوتي وأخواتي وأحبتي في هذا البلد الكريم، لقد مررتم بمحنة كبيرة في ظروف صعبة، وجاء الظالم إليكم وحاول أن يأخذ منكم كل شيء، ولكنه ربما استطاع أن يأخذ أشياء، ولكنه لم يستطع أن يأخذ الإيمان من قلوبكم. الحمد لله، لم يستطع. لذلك دائما أقول أنا في محاضراتي في مدن ألبانيا، عندما نأتي نحن إليكم نأتي لنتعلم منكم كيف يكون الثبات على الإيمان، لنتعلم منكم كيف ثبتتم كما ثبت الصحابة الكرام رضي الله عنهم في أصعب الأوقات، مرت ظروف صعبة ثبتتم على إيمانكم، والدليل أنك ما زلت ترى الإيمان في المساجد وفي البيوت وفي المدارس وفي الشوارع، وهذا من فضل الله أولا ثم بثباتكم على إيمانكم. هذه الرسالة الأولى. الرسالة الثانية أن الله عز وجل وهذا الدين العظيم أباح لنا أن الضرورات تبيح المحظورات. أحيانا هناك ضرورات، هناك ضغط، هناك ظروف صعبة، يعني تكون هناك ضرورة، ولكن ينبغي أن نعلم إذا زالت الضرورة يرفع المحظور، يرجع الأمر إلى أصله. كان هناك ضرورات فتخلينا عن بعض قواعد الإسلام للضرورة، الآن البلد في أمان، في قوانين محترمة، في قوانين تحترم الإنسان، تحترم دينه، لا أحد يرغمك على ما لا تريد، إذن ينبغي أن تعود إلى ما يريد الله سبحانه وتعالى بكل تفاصيل الحياة، بكل تفاصيلها. آن الأوان أن نفهم هذه القاعدة، الضرورات تبيح المحظورات، ارتفعت الضرورات، إذن ينبغي أن يرجع الأمر إلى أصله الشرعي الذي أراده الله سبحانه وتعالى لنا. وقد رأينا تجارب كثيرة من إخواننا وأخواتنا وطلابنا أنهم
يعني خلص عرفوا أن الضرورة انتهت فرجعوا إلى أمر الله تماما. هذا الذي ينبغي أن نرجع إليه حتى تبقى ألبانيا كما كانت وكما ستكون منارة لأوروبا ومنارة للعالم إن شاء الله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. نعم أستاذنا جزاكم الله خيرا، شرفنا بكم. أنا أشكركم وأوجه التحية إلى كل الإخوة والأحبة في هذا البلد الكريم الطيب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم وأن يحفظ بلدكم الكريم المبارك. شكرا لكم وجزاكم الله خيرا. Miqë të ndëruar, ishim me profesorin e ndëruar doktorin Xhemal Seferti, që folën për mëshirën universale që e karakterizon Islamin dhe që patjetër e orienton njeriu për të qenë i mëshirshëm, sepse ai që mëshiron pa diskutim që do të mëshirohet nga Zoti i botëve. Deri në misionin e radhës, qofshin në mbrojtjen e Allahut lartësuar.